كف قدام كل اللي عم اشتغل معاهم. بلش الموضوع لما صحيت وانا تعبان وجوعان وزعلان. زعلان لاني مضطر اروح على شغلي بالمطبخ مشان اقدر اكل، وجوعان لانه انا كنت صايم، وزعلان لانه صاحبي اللي بروح معاه بالعاده ترك الشغل، كمان لانه الناس اللي هناك حرفيا هن اسوء ناس ممكن انك تقابلهم، بالاخص لانه هن كانوا بيستغلوني مشان انا اخلص لهم شغلهم دائما. لكيفك اديبو، خذ هذا الشغل اللي ما لك علاقه فيه ابدا، اللي بدي اياك انك تشتغله عني. كل هذا كان عادي وبقدر اتعامل معاه، مع انه عمري كان وقتها بس 13 سنه. بس اللي ما قدرت اتعامل معاه هو لما الشخص اللي بيشرف عليه ضربني كف قدام كل اللي عم يشتغل معاهم، وهي اللحظه بس غيرت لي كل حياتي. حتى تقدروا تفهموا القصه اكثر تابعوا الفيديو للنهايه، لانه الموضوع فعلا اثر علي كثير. ما بعرف اذا انتم جربتوا هذا الشيء من قبل، بس انا تعودت انه كل عطله صيفيه لما تكون الناس قاعده عم تصيف وفرحانه كون قاعد عم اشتغل مشان طلع فلوس وصير غني. والسبب ما كان بس لانه لازم انه انا اشتغل مشان اعرف قيمة الفلوس وصير رجال ومعضل وفي شعر على صدري، كان كمان لانه اوضاعنا المادية اخر 12 سنة قاعد عم تدهور اكتر كل سنة. هو صراحة الكوكب بشكل عام اخر فترة قاعد عم يتدهور، بس لا تخافوا نحن بنهتم بالكوكب، ولانه نحن كثير بنهتم بالكوكب رح نبيع جوالات من دون شواحن ولا سماعات ولا جوالات حتى بس علبة. الشغل وانت صغير جدا مفيد لانه بخليك تستوعب انه تعبك يساوي فلوس، مشان ما تروح تصرف كل فلوسك على علبة مكعبات ليجو ستار وورز. بس الشيء اللي بيضحك انه لما تشتغل وتستوعب انه تعبك يساوي فلوس بتروح مشان تصرف كل فلوسك على علبة مكعبات ليجو ستار وورز. بس الشيء العجيب انه لما تسوي هذا الشيء بيجوا اهلك وبيقولوا لك كيف تتجرأ انك انت تشتري شيء انت بدك اياه بالفلوس اللي انت اشتغلت لتاخذها. واكيد اذا انت اشتغلت باي شغل ما له تعديل البيتكوين اكيد في ناس انت عم تشتغل معاهم، ولازم لما انت تتجهز لتروح على شغلك تستعد نفسيا لتقابل الناس اللي قاعدين عم يستنوا هنيك. وانواع الناس اللي رح تلاقيهم بمكان اللي عم تشتغل فيه: واحد اللي بيحاول يفتح معك مشروع، تعال نجبع كل فلوسنا وكل شهر واحد منا بياخذها رح نصير مليونيرات. بس نحن ما عم نزيد شيء، المبلغ هو هو. اثنين اللي بفكرك تشتغل عنده، خذ هي فلوس روح اشتري لي كيسين شيبس وكاسه قهوه واربع سكاكه. فكرتيني قاعد عم اشتغل على ابوكي. ثلاثه المدير، تفضل هذا عمل بسيط بده 20 ساعه بدي اياك تساويه بوقت فراغك اللي ما رح ادفع لك عليه. شكرا كثير على الشغل اللي ماني مضطر انا اعمله، متحمس كثير لحتى ما نام اليوم. وطبعا ما بتقدر انك انت تحكي كثير لانه ما بدك تكون الشخص اللي عم يسبب مشاكل، وانا اكيد ما كان بدي اعمل اي مشاكل، بس مع الوقت تعلمت انه لما حدا بده يعمل معك مشكله اعطيه المشكله. هلا طبعا مو كل الاعمال اللي انا اشتغلتها كان فيها ناس مزعجين، بس المشكله انه الناس المزعجين هن اللي بيعلقوا بالراس، الناس الطيبين بينتسوا بسرعه ما بعرف ليش. والله هالشيء الغبي لازم يتغير. ومن الناس الطيبه اللي مروا على حياتي كان انا، الله يخليني لحالي، وكمان واحد اسمه عدنان. هذا الشخص ساعدني كثير وقت اشتغلت بالسوبر ماركت لفتره بسيطه، لانه كان بيعرف انه انا جديد، فكان احيانا بياخذ شغل عني وبيخليني ارتاح لما اتعب، وحتى كان دائما بيطمن علي وبيسالني عن حالي مشان يتاكد انه انا قاعد عم ارتاح ببيتي، وهذا الشيء ساعدني كثير نفسيا، وخصوصا انه كنت من جديد تارك الشغل بالمطبعه اللي حكيت لكم عنها. وبمره من المرات لما كنت عم رتب علب السرديني بالسوبر ماركت كان دائما بيجيني ملاحظات على شغلي من مديري، مع انه حرفيا ولا مره شفته، بس بيرسل لي على جوالي انه انا قاعد عم اتكاسل، فانا فكرت انه هو قاعد عم يراقبني على الكاميرات، بس حتى لما تكون الكهرباء مطفيه بضل بيرسل لي وبيقول لي انه انا قاعد عم اتكاسل عن شغلي. فهذا الشيء يعني انه في جرث بيناتنا عم يروح ويخبره كل شيء، وانا كنت شاكك بالكاشير. بس الصدمه كانت لما دخلت الزبونه بدها ترجع اغراض على السوبر ماركت بدون فاتوره، والكاشير اكيد ما رضى يرجع الشيء لانه ما معها فاتوره. رجع لي مصاري هلا. اختي الله يرضى عليكي ما بقدر ان انا ارجع الاغراض بدون فاتوره. هالمره بتقدر رجع لي الاغراض، روحي جيبي الفاتوره حتى ارجع لك اياها. اعطيني فلوسي بالاول بعدين بجيب لك الفاتوره يا حمار. روحي نلعي ولا ترجعي تاخذي فلوسك بدون فاتوره. يلا زبونتكم؟ هلا انا بدي اقول له كل شيء لمديرك. انا المدير وما بتاخذي فلوسك لحتى تجيبي الفاتوره. واكتشفت انه من بين كل الموظفين اللي عم يشتغلوا هنيك انا كنت الوحيد اللي ما بيعرف هالشيء، وهو على فكره ما له شخص سيء ابدا، وبالعكس لما انا كنت عم اشتغل معاه بشكل جيد اعطاني اسبوع كامل اجازه مشان ارتاح، واكيد انا نفسي ارتاح وما اعمل شيء وبس اقعد العب ماينكرافت ل 12 ساعه من دون ما انا اقوم. وبنفس هالاسبوع كمان اللي انا عطلت فيه قلت لنفسي انه انا بدي اروح لانبسط والعب مع رفيقي، فلما رحت ودقيت على بابه قال لي انه هو ما بيقدر يلعب معي لانه بيحتاج يشتغل بالمستودع. لحظة انت بتقعد تشتغل بالمستودع؟ ايه انا مستلم الشغل عن ابي. اذا بتحب تعال نجرب نشتغل مع بعض الاسبوع، ابي بيصير بيعطيك راتب كمان. اوكي حلو، بس انت شو بتشتغل بالمستودع؟ بنعمل عطور. وانا وقتها قلت لحالي انه انا عندي عطلة اسبوع وعندي، وقررت اني انا اروح اشتغل معاه لانه ما عندي اي شيء ثاني اسويه. فلما اجينا نروح على مكان الشغل اخذني على كوخ صغير موجود بنص الصحراء، وانا مستغرب قلت له شو هالمكان؟ بعدين فتح باب الكوخ وبلاقي انه في اربع ماكينات صناعية محشورين داخل الكوخ الصغير
الكبير هذا، والمكان اللي بنشتغل فيه شو جدا صغير لدرجة انه ما بنقدر كتير نتحرك فيه بأريحية. فقعدنا عم نشتغل فيه، والشغل بمعمل عطور جدا حلو، لاني دائما برجع على بيتي باخر اليوم وريحتي بدل ما انه تكون عرق بتكون كاني لسه هلا راجع من عرس رفيقي. واستمر الشغل لفترة منيحة لحد ما اكتشف انه الراتب اللي عرضوا عليه هو عبارة عن نص راتب شغلي بالمطبعة اللي انا تركت فيها الشغل، لانه راتبها بيض. والشغل اللي بعده بشكل غريب كان داخل مسجد. من زمان كنت انا وصاحبي شباب شوي صايعين، وبيوم من الايام صاحبي قال لي تعالوا نروح نحضر الحلقة العلمية اللي بتصير بالمسجد. مو نفسي روح لك يلا زكاتك. لا بليز، لا بليز، لا بليز. اوكي تمام. ووقت رحنا انا وياه لهنيك اخذت احسن معاملة بحياتي كلياتها. كل الشيوخ اللي كانوا بيدرسونا كانوا جدا لطيفين بشكل مو طبيعي. وبعد ما تعلمت انا اكثر عن ديني، الشيخ اللي هنيك خلاني اقعد اشتغل معهم، والشغل كان كتير بسيط، كان بس انه انا ادرس الاطفال واعطي للضيوف قهوه. كان هذا حرفيا احسن شغل اشتغلته بكل حياتي، خصوصا انه هو خلاني احس بالعزه بعد الذل اللي انا صار فيني بالمطبع. لما انا كنت قاعد عم اشتغل هنيك كان كل شغلي انه انا رتب الاوراق واعطيها للشخص اللي بعدي مشان انه هو يكدسها فوق بعض. هذا اللي نحن كنا متفقين عليه، بس بما انه هن شافوني صغير بسهوله قعدوا يستغلوني لاعمل انا شغل زياده. مثلا وانا عم اشتغل مع صاحبي بالمطبع ايام رمضان، كان بدهم يملؤوا شاحنه كامله من الورق، ومن بين العشر عمال اللي ما بيصوموا الله يهديهم اختاروني انا وصاحبي الناس الوحيدين اللي صايمين هنيك مشان نعبي شاحنه كامله. يعني تخيلوا انه تحت الشمس بعز الصيف عم يجبروا شخصين صايمين يشتغلوا اثقل شغل، وهذا كله اساسا مو شغلنا، نحن شغلنا نرتب اوراق. فكنا قاعدين عم نموت، والناس اللي نحن قاعدين عم نعمل شغلهم قاعدين عم يتطلعوا علينا وعم ياكلوا شاورما ويشربوا بيبسي، لحد ما انا حرفيا انهرت تماما وبدات اسعل دم. وقتها الكلاب خلوني ارتاح شوي وحسوا بالذنب. يا حرام، ولا تخافوا علي انا ما فيني شيء، لاني انا عرفت كيف حسسهم بالذنب، لانه اساسا الدم هذا نزل من انفي، بس انا خليتهم يفكروا اني عم اسعله بس مشان انه هن يحسوا بالذنب. بس مع هيك ضل موضوع الاستغلال هذا يصير من الوقت للتاني. على الاقل كنت فرحان لاني عم اشتغل مع رفيقي ومروق على الشغل. بس بعد ما صاحبي ترك الشغل معي صار الشغل جدا ممل ومزعج، كل يوم بيمشي ابطأ من اللي قبله. الشيء الوحيد اللي ما عم اقدر اتحمله بهالشغل هو كم انه هن عم يذلوني فيه بس منشان الكم سنت اللي بيعطوني اياه بنهايه الشهر. وانا ساكت وعم اشتغل والعمال قاعدين عم يستغلوني، لحد ما اجى اليوم اللي بالغلط وانا قاعد عم انقل الاوراق وقعتها على الارض بدون قصدي، والشخص نفسه اللي كان عم يأشرف علي قام وضربني كف لانه انا وقعتهم. وانا هون تذكرت كل شي تصرفات، كل الذل اللي خلوني اعيشه من وقت ما صاحبي ترك شغلي، الدناءه والاستحقار اللي حسسوني فيه كل هالايام. ولاول مره بحياتي انا بنضرب بشغلي، فجدا عصبت بشكل كبير وقمت وضاربت معاهم. وانا ما رحت وضربته مباشره، انما رحت وقلبت كل الورشه وخربت كل شي كان فيها. وقبل ما اطلع التفت عليهم وقلت خلوا راتبكم الزباله لكم، واكيد انا قلت هالشي لانه انا امبارح اخذ راتبي. وشوفوا هذا الفيديو اللي طالع قدامكم مشان ما اكلكم. شهيتي مفتوحه هالكم يوم.